فترة قليلة فهيقدر يتعود على الشكل اللي احنا استفيد عايزينه. من فترة نمو طيب الطفل. التقويم ده بيبقى مؤلم ولا لا؟ يعني الطفل بيحس بأي ألم ولا لا في تركيبه في خلعه مثلا؟ خالص، هو كل الموضوع بس بيحس زي ما بنقول ديسكومفورت. ديسكومفورت يعني انزعاج شوية من الجهاز اللي موجود ده في الفترة الأولانية، أول حوالي أسبوع لغاية ما بياخد عليه. بعد كده خلاص ما بقاش حاسس باي وجع، احنا ما بنديش حقن ولا ابر ولا بنج ولا اي حاجه خالص. احنا كل اللي بنعمله بس ان احنا بنركب الاجهزه المعينه دي، ومتابعتنا الدوريه عند الدكتور اخصائي التقويم كل شهر او كل شهرين بنشوف البروجرس بتاع الحاله، بنشوف اخبار الدنيا ايه. الحمد لله احنا ماشيين في التراك المظبوط لغايه ما بنخلص فتره اللاج بتاعتنا، لكن ما فيش وجع خالص في الفتره دي. تمام. دكتور احمد، بيبقى في ساعات حالات ممكن حضرتك تكرر فيها ان حضرتك تخلع فيها الضرس قبل ما تعمل التقويم؟ بالظبط. وليه يعني ايه الحالات دي؟ ومعانا كمان اعتقد صور او فيديو، مش عارفه ليه معانا فيديو. طب نشوف وحضرتك تشرحها لي. تمام. اتفضل يا دكتور. احنا ليه بنخلع الاسنان؟ احنا مثلا لو عندنا بروز في الفك العلوي زي ما قلت لحضرتك، بيبقى في عندنا بري مولرز او اللي هم ورا النابين، ضرسين صغننين بنخلعهم عشان ندي مساحه نقدر نرجع فيها الاسنان لورا. ففي الاخر انا ما بقاش عندي الضرس اللي انا خلعته او فقدته ده، ما بقاش فيه فراغ، انا بستفيد بالفراغ بتاعه على حسابه ان انا ارجع بيها لورا خالص بحيث اقفل الفراغ ده. فتحسي ان البروفايل او شكل الوش اختلف تماما. يرجع طبيعي طبعا. رجع طبيعي، فعشان كده احنا بنخلع، عشان انا ما عنديش مكان ارجع فيه السنان اللي قدام لورا. فبخلق السبيس ده عن طريق الخلع. ما بيأثرش على اي حاجه خالص. تماما. احنا ربنا خلق لنا من الضرس ده بالذات اثنين، فبنخلع واحد منهم فما بيأثرش لا في الشكل ولا في الوظيفه. فاحنا طبعا في ضروس معينه هي اللي بنخلعها، مش بنخلق اي حاجه كده وخلاص. بيبقى الحاجات دي طبعا معروفه عن طريق اخصائي التقويم. وفي الاخر بنظبط العضه بتاعتنا بحيث يبقى شكل كويس وفي نفس الوقت وظيفة الأسنان مظبوطة. ضمن الأسباب، وفي برضو هات أسباب تانية، أنه لو في عندي دربكة في السنان جامدة شوية، تلاقي السنان راكبة فوق بعض وما لهاش مكان خالص. في الفترة دي برضو بنضطر ان احنا نخلع، بالتالي زي ما هو باين كده السنان راكبة فوق بعض ما لهاش مكان. فبضطر ان انا اخلع البري مولرز او الضرسين الصغيرين اللي ورا الناب واركب البريسز او التقويم وافرد السنان على حساب اللي انا خلعته. وفي الاخر بيبقى شكل السنان واحد، محدش بيبان يعرف ان هو خلع حاجة. فده من الحاجات اللي احنا بنستخدمها. يعني القرار بيبقى في ايد حضرتك، بتشوف الفك شكله عامل ازاي، ايه المناسب نخلع عشان يرجع شكل الفك طبيعي، او محتاجين خلع ولا لا. طب هنشتغل قد ايه؟ بنقعد مع العيان نعمل حاجه اسمها تريتمنت بلان، بنحطه في الصوره بحيث ان هو كله يبقى عارفه المده وطريقه العلاج بتاعته ازاي. طيب دكتور، في امهات كتيره قوي بتخاف بعد ما تعمل التقويم تمنع اولادها مثلا او الطفل من اكل معين، من شرب حاجات معينه، خوفا ان التقويم يبوظ او يتفك او الاسنان ترجع شكلها. في فعلا اكل يعني الام تمنعه عن طفلها، او اكل لا بالعكس ده ممكن يزود الكالسيوم مثلا او اي حاجه، ولا لا مالوش علاقه بالاكل يعني؟ لا، في طبعا احنا دايما بندي بعد ما بنركب جهاز التقويم للاطفال او حتى للكبار، بنقول لهم شويه انستراكشنز كده يمشوا عليها، بالذات في خصوص موضوع الاكل. بنمنع عنهم مش كل حاجه، بنمنع عنهم حاجات بس الحاجات الناشفه. الحاجات الناشفه دي ممكن تعرض اللي هو الطفل او حاجه ان هو التقويم يتشال من مكانه، اللي هي الفصوص اللي محطوطه دي اللي هي البريسز يعني بتتشال من مكانها. فلو اتشالت في مكانها ده بيعطلنا بيأخرنا شويه، لازم نرجع تاني ونحط نرجع نفس الفص. فبنمنع بعض الاكل اللي هو النواشف او الحاجات اللي هي فيها ضرر على التقويم نفسه، زي الحاجات اللي هي الناشفه قوي، حاجات برضو الحاجات برضو الستيكي فود زي ما بنقولها، البونبوني والحاجات المقرمشات واللي بيشتروها من الحاجات دي. فبالعكس ده الامهات بتبقى مبسوطه جدا. بس ما فيش عادات معينه بيعملها الطفل ممكن تسبب مثلا ان التقويم يتشال، ان التقويم يتحرك من مكانه فالسنة ما تبقاش راجعة في طبعا احنا صح. بننصح طبعا ان هو ما يلعبش بيه مثلا، في اطفال يقعدوا يلعبوا مثلا بصباعهم في التقويم. طب هو سهل بألم بتاع يعني لو هو خبطه جامد يعني، حتى بعض الاطفال اللي بيلعبوا رياضات زي الكوره زي الحاجات دي بننصحهم ان هم نعمل لهم حاجه زي ماوت جارد، جهاز كده شفاف بتلبس على التقويم عشان يحمي شفته لو اتخبط خبطه جامده ما تاثرش عليه وفي نفس الوقت ما تاثرش على التقويم. طيب ممكن كل ام بتشوفنا دلوقتي بيبقى عندها طفل صغير 5 6 7 سنين يعني، تقول لك لا انا خايفه عليه، ما ممكن التقويم ده يجرح مثلا شفايفه، الماتيريال نفسها دي هي معموله من ايه دكتور؟ نيكا تيتانيوم، حاجه طبيه كده بتبقى ما تتفعلش دي خالص مع الجلد. طيب ممكن تجرح له تشققله الشفايف ولا لا مالهاش علاقه بالجلد خالص، ما بتحتكش بالجلد؟ بعض الناس نسبه قليله اللي عندهم حساسيه، عارفه في ناس جلدها حساس، فبعض الناس دي ساعات لما بنركب لهم التقويم اول اسبوع بيجي لهم شويه زي التهابات في اللثه، فدي بننصحها انها تاخد مرهم او كريم من الصيدليه بتدهن بيه وخلاص بيروح. ده بعض فئه شويه قليلين من الناس اللي هو مطرح البريسز مع الشفه الداخليه بتاعته. طيب دكتور احمد، حضرتك وريتنا الحلقه اللي فاتت